فرحنا ديوان موظفين كان اسمه اللي هو الآن خدمة مدنية. شوف العز قبل دخلنا قلنا هذا نشتغل، شوفوا لنا أي وزارة معنا بيكمل دراسة. فشوف الدلال يقول لنا اختاروا أي وزارة تبون، اللي قال بتربية، اللي قال بمش عارف شيء. احنا قلنا الصحة، أنا واثنين، أنا واحد قلت أروح الصحة، ليش ما أدري. رحت الصحة، تعين موظفين إداريين، وكان هذا قسم الإرشاد الصحي. تعيننا في أيام كان الوزير أعتقد عبد العزيز صقر كان الله يرحمه، هو وبعدين عاصم. فتعينت أنت؟ تعيننا.